تحت شعار لست هدفا، أحيت المنظمات الدولية اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحتفل به من كل عام، مسلطة الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي يتعرض لها البشر حول العالم جراء الصراعات والحروب التي أصبحت تحاصر ملايين المدنيين وتجبرهم على الاختباء والتشرد. الأمانة العامة أكدت أن لا أحد يفوز في الحروب بل يخسر الجميع، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني والصحي ليسوا بمناعة عن تلك الصراعات. ومن أجل إثارة الاهتمام العالمي، نظمت الأمم المتحدة العديد من النشاطات التي جمعت العاملين في المجال الإنساني من مختلف دول العالم للتأكيد على أن المدنيين الذين يتعرضون للصراع ليسوا هدفا وهم الأشد ضعفا في هذه المعادلة، مطالبة قادة العالم ببذل ما في طاقاتهم لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. We're here in Times Square. I can think of no bigger and better place where all the people of the world are represented, be they visitors, be they young, be they old, be they the Americans, to say aid workers, civilians in crisis, in a conflict are not a target. We've seen too many people killed simply because they're trying to help others or in wars where civilians are killed. So we're here with a loud voice to say they are not a target and we want the world to hear. ودعت الأمم المتحدة في حملتها السنوية إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطبي، فضلا عن الهياكل الأساسية المدنية. World Humanitarian Day is very important, especially this year the campaign Not a Target. So many civilians and civilian infrastructure have been targeted in conflict. This is something that has to end. And this campaign today, I think you're seeing right here in Times Square, is showing that the world is mobilizing to ensure that civilians are not a target. الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يعود تاريخه لعام 2009 استنادا لقرار أصدرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية لتخليد ذكرى العاملين في المجال الإنساني، فيما توافق قادة العالم في قمة إسطنبول الأخيرة على دعمهم لخطة عمل جديدة من أجل الإنسانية وتحسين حياة من يعيشون حالات نزاع وكوارث وضعف شديد. وعلى الرغم من تلك الحملات إلا أن استهداف العاملين في القطاع الصحي والإنساني ما زال يشهد تصاعدا مستمر، والأمثلة على ذلك كثيرة في كل من العراق وسوريا واليمن وبؤر الصراع حول العالم، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات عقابية أكثر شدة وصرامة. حسن أبو زيتون لقناة الغد، الأمم المتحدة، نيويورك.